اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على الحسين المظلوم الشهيد، قتيل العبرات وأسير الحروبات، صلاة نامية زاكية مباركة يصعد أولها ولا ينفد آخرها. أفضل ما صليت على أحد من أولاد الأنبياء والمرسلين يا رب العالمين. اللهم صل على الإمام الشهيد المقتول المظلوم المخذول، والسيد القائد والعابد الزاهد، الوصي الخليفة، الإمام الصديق الطهر الطاهر الطيب المبارك، والربي المرضي، والتقي الهادي المهدي، الزاهد الزائد المجاهد العالم، إمام الهدى، سبط رسول الله، سبط الرسول وقرة عين البتول، صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدي ومولاي كما عمل بطاعتك ونهى عن معصيتك وبالغ في رضوانك وأقبل على إيمانك، غير قابل فيك عذرا سرا وعلانية، يدعو العباد إلي ويدلهم علي، وقام بين يدي، يهدم الجور بالصواب ويحيي السنة بالكتاب، فعاش في رضوانك مكدودا ومضى على طاعتك وفي أوليائك مكدوحا، وقضى إليك مفقودا، لم يعطك في ليل ولا نهار، بل جاهد فيك المنافقين والكفار. اللهم فجزه خير جزاء الصادقين الأبرار، وضاعف عليهم العذاب، ولقاتليه العقاب، فقد قاتل كريما وقتل مظلوما ومضى مرحوما. يقول أنا ابن رسول الله محمد وابن من زكى وعبد، فقتلوه بالعمد المعتمد، قتلوه على الإيمان وأطاعوا في قتله الشيطان، ولم يراقبوا فيه الرحمن.